اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من المجله السياحيه بنتعرف فيها على اخر واهم اخبار السياحه في مصر والعالم من خلال جوله اخبارنا او نشرتنا السياحيه، وايضا بيكون لينا لقاء ومتابعه لاحد اهم الموضوعات المتعلقه بصناعه السياحه وخاصه في مصر، وده بيكون من خلال وقفتنا الحواريه. الحقيقه هنخصصها النهارده للحديث تحديدا عن منطقه طابه ونويبع وتنميه السياحه بانماطها المختلفه في هذه المنطقه الرائعه من ارض مصر، وهيكون ضيفنا في الاستوديو استاذ سامي سليمان رئيس جمعيه مستثمري طابه نويبع بجنوب سيناء ورئيس لجنه السياحه بالاتحاد المصري للمستثمرين وعضو مجلس اداره المنطقه الحره بنويبع. كالمعتاد بنبدا معاكم اولا بفقره الاخبار والى العناوين. عمليات إعادة تقييم الفنادق وفقا لمعايير التصنيف الجديدة تتواصل، والتعاقد مع 5 شركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية. توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في السياحة بين مصر والأردن واتفاقية توأمة بين الأقصر والبتراء. نحو 5000 سائح بريطاني يزورون مصر أسبوعيا عبر أكثر من 45 رحلة أسبوعية. من العناوين إلى التفاصيل والمزيد من الأخبار، وخلينا نبتدي أخبارنا على طول مع سانت كاترين وفيلم ترويجي لسانت كاترين. عقدت وزارة السياحة والآثار اجتماع مع ممثلي الشركة المنفذة للفيلم السياحي الترويجي لموقع سانت كاترين وأيضا لمخرجة الفيلم، وقدم ممثلو الشركة خلال الاجتماع عرض تقديمي لمحتوى الفيلم والسيناريو الخاص به، والتي تقوم فكرته الرئيسية على إبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لموقع سانت كاترين كأحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي. خلينا نروح معاكم للخبر أيضا الآخر، وبنتكلم عن مراجعة اشتراطات السلامة للمنشآت الفندقية في إطار الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي والحرص على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري وضمان صحة وسلامة النزلاء من المصريين والسائحين. بدأت 5 شركات دولية متخصصة بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والأثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى اللجان التي ترسلها وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء لضمان صحة وسلامة النزلاء. ايضا تقييم المنشآت الفندقية بيتواصل، والحقيقة كنا يعني افردنا في احدى حلقات المجلة السياحية حوار وفقرة حوارية مخصصة للحديث عن اعادة تقييم المنشآت الفندقية في الوقت الحالي، ويعني ما زلنا بنتابع معكم ايضا هذا الموضوع. في اطار قيام وزارة السياحة والاثار باعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة، فقد تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد 13 منشأة فندقية بمحافظة جنوب سيناء. وبالنسبة للمنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر فقد تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد 17 منشأة فندقية، وتم إصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد 7 منشآت فندقية بمحافظة جنوب سيناء و5 منشآت فندقية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي وسوء جودة الخدمات السياحية المقدمة بها وعدم التزامها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وذلك لحين توفيق أوضاعها وتلافي كافة الملاحظات.
طيب بنرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ سامي سليمان، رئيس جمعيه مستثمري طابا نويبع بجنوب سيناء ورئيس لجنه السياحه بالاتحاد المصري للمستثمرين وعضو مجلس اداره المنطقه الحره بنويبع. استاذ سامي صباح الخير، اهلا بحضرتك معانا. صباح النور. يعني مجموعه من الاخبار قبل ما نتكلم عن منطقه طابا نويبع ومقاوماتها السياحيه المتعدده، وكنا تابعنا في اول خبر معانا بنتكلم عن فيلم ترويجي لسانت كاترين، منطقه ايضا رائعه. يعني لو حضرتك تشير سريعا الى اهم المقاومات اللي بتتمتع بيها سانت كاترين وازاي حاول يبرزها هذا الفيلم الترويجي. سانت كاترين هي معجزه في العالم كله عشان يبقى عارفين، وهي ملتقى ثلاث اديان يعني، او ملتقى كل من يؤمن بربنا. بدون ما نخش في تفاصيل، فهي ممكن يعني أقوى نقطة لتجميع العالم كله فيها، وأربعة من الدول المجاورة اللي فيها سياحة عالمية زي العقبة أو القدس أو الحاجات دي كلها. فإحنا مكملين للزيارات دي ما بين السعودية والأردن والقدس ومصر، ممكن تعمل رحلة سياحة عالمية تغطي المكان ده من مقاصد من دخل قومي للبلد، لان كان بيخشها اكتر من مليون سايح من منفس طابة، وسياحة عالمية. طبعا الطرق اتعدلت كويس، فاضل طريق وادي فيران دوت لازم يتعمل بسرعة جدا مع التطوير اللي بيحصل لمدينة سانت كاترين اللي امر بيه الرئيس، وهما شغالين على قدم وساق. وطبعا يعني هيبقى مزار غير طبيعي ومزار عالمي، هيعمل ترويج للسياحة وللبيئة وللساحة الخضراء اللي بنتكلم فيها والمناخ، لأن قطاع نويبع طابا سانت كاترين ما فيهوش نسبة إسكان عالية وما فيهوش نسبة إشغال وزيرو كورونا، فبالتالي تقدري تعملي عليه منتج قوي جدا جدا من ناحية المناخ ومن ناحية الساحة الخضراء ومن ناحية المقصد الديني والترفيهي، لأن أنت عندك 70 كيلو شواطئ، فبتغطي حاجتين ما بين الناس تقعد مثلا ليلة في على البحر تستمتع، والريد سي طبعا مشهور قوي كبحر أحمر، وفي نفس الوقت الزيارة الدينية. صحيح، يعني هنتكلم طبعا عن ده بالتفصيل مع فقرتنا الحوارية ومنطقة نويبع وطابة، لكن خلينا كمان يعني نعقب سريعا على الأخبار اللي اتكلمنا عنها، تقييم الفنادق، تقييم المنشآت الفندقية. حضرتك شايف الخطوة دي ازاي، دورها في أهمية يعني رفع الخدمة المقدمة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين؟ صدقيني أنا كنت اتكلمت مع الدكتور خالد عناني لما جانا طابة، وكان اجتماع يعني احنا طالبنا اول الناس، وكان معنا الاستاذ احمد الوصيف ومجموعه من المستثمرين. انا اول من طالبت بموضوع حد ادنى للاسعار، والحد الادنى اللي اتحط ده متواضع جدا بالنسبه لسمعه مصر. طبعا هو بيطبق من اول نوفمبر الحالي. لا هو يعتبر من اول نوفمبر، بس هو المفروض يبقى اعلى من كده، والمفروض ما كناش بامانه نفتح 100% للفنادق. انا كان رايي نفتح 50%، بيحس يبقى العرض اللي معروض اقل من الطلب، مش العكس. فبالتالي اقدر لما احط سعر ولو قلت 100 دولار و150 دولار هلاقي النهارده الناس واقفه طوابير عايزه تيجي مصر. وفي نفس الوقت احنا ما كناش مجهزين، لازم نعترف، لان البنوك كانت واقفه مش مديانا الفرصه، والتدريب كان ناس كتيره هربت من مجال السياحه في الفتره اللي فاتت. لكن الصح ان احنا نحد الاول عدد الغرف، وكانت فرصه للكورونا وفرصه ان احنا نوضب الفنادق ونشوف نعيد الاستاف ازاي تاني ونجهز نفسينا للهجمه الشرسه اللي جايه علينا دي. لكن ان شاء الله احنا كمصريين معروفين كده ان احنا يعني حفرنا قناه السويس بالغلا، ان شاء الله الناس كلها متعاونه مع اللقاء اللي عملناه مع رئيس الوزراء، وان شاء الله كلنا بنجري بايدينا واسناننا نجدد وننظف ونعمل اقصى جهدنا، لان هي سمعه بلدنا، واحنا يعني مش هنقبل حد يجي لنا ويرجع مش مبسوط، لان مجال السياحه مجال مهم جدا جدا لمصر، مفيش صناعه ما بتخشش فيه. صحيح. نستكمل بعض الاخبار الاخرى، وهنتكلم دلوقتي عن السياحه البريطانيه تحديدا. السفير البريطاني بالقاهره جاريث بايلي قال ان التعاون الوثيق بين بلاده ومصر في مجال السياحه بيشهد تطور مهم بعد عوده الطيران لشرم الشيخ، واوضح ان السياحه البريطانيه في مصر كانت قبل عقد بتقترب من مليون سائح سنويا. واضاف السفير البريطاني بالقاهره انه لمس تقدم واستعاده لارقام السائحين السابقه قبل الجائحه، حيث وصلت المعدلات في المتوسط من 3 إلى 5 آلاف سائح أسبوعيا يزور مصر عبر أكثر من 45 رحلة أسبوعية. وأضاف أنه بيتوقع مع قراءات تدفق السائحين أسبوعيا خلال الشهر الماضي ستصل نسبة السائحين إلى 500,000 سائح بريطاني في مصر خلال موسم الشتاء القادم.
طيب يعني أستاذ سامي نتكلم كمان عن أهمية السياحة البريطانية، سوق سياحي مهم جدا لمصر وبيعود بقوة في الفترة الأخيرة. احنا دايما بنقول لو السياحة البريطانية رجعت والألمانية رجعت كل السياحة في العالم هتيجي. احنا عندنا مكتب بقاله 40 سنة في انجلترا، والسياحة الإنجليزية سياحة مهمة جدا جدا لمصر والألمانية والفرنسية. طبعا مش هنقول الترويج اللي بيعمله سيادة الرئيس والمقابلات العالمية دي، يعني مدينا دافع قوي جدا جدا ان الناس تيجي بمنتهى القوة بمنتهى الحب وحاسة بالأمان، لان فعلا في أمان طبيعي، مش كلام لا جرايد ولا تلفزيونات، لا في أمان. لا في أمان، في استقرار، في استقرار تماما، وفي ناس متعاونة وعايزة تشتغل مع كل الدولة، لان الدولة بتجتهد بإيديها وسنانها ان نحقق حاجة كويسة. فنسبة العائد او نسبة الدول اللي هتجينا من الدول اللي هي بنسميها الدول الأوروبية، ان كان سايح انجليزي او ألماني او فرنساوي او امريكاني او ياباني، دي سياحه ثقافيه وشاطئيه، وسياحه بتحب تطلع على الاقصر واسوان، فدي سياحه مهمه جدا جدا لمصر. الترويج ليس سياحه من صنف واحد، احنا عندنا المحفظه بتاعتنا مليانه، ومصر غنيه جدا جدا بكل انواع السياحه، فدي سياحه مهمه جدا لمصر ويجب إزالة أي معوقات قدامها. صحيح. على ذكر السياحة الألمانية، ده اللي هنتكلم عنه يعني في الخبر التالي معنا دلوقتي. بالزبط. أكد منظمو الرحلات بالسوق الألماني أن هناك تحسن ملحوظ في حجم الطلب على المقصد السياحي المصري، وأن مصر تتصدر المقاصد السياحية بالسوق الألماني في الوقت الحالي، كما أشاروا إلى أنهم يدرسون زيادة الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ. جاء ذلك خلال مشاركة عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عبر خاصية زوم في الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة المصرية ببرلين مع أهم منظمي الرحلات ومنتخذي القرار السياحي بالسوق الألماني، حيث تم بحث دفع الحركة السياحية إلى مصر. يعني أستاذ سامي، بالفعل السياحة الألمانية كانت السنوات الأخيرة وقبل كورونا كانت يمكن بتتصدر الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، وتحديدا كانت بتتجه إلى مدينة شرم الشيخ. يعني أبرز الأنماط السياحية اللي بيفضلها السائح الألماني في مصر. السائح الألماني يعني بيبقى عايز سياحة شاطئية، وعايز أماكن ساعات للقراءة والاستجمام، وعايز حاجات للدايفنج يعني يغطس ويعمل الكلام ده. فطبعا كان بيجي طابا ويبع، وكان عندنا فنادق شتاجنبرجر، والناس دي كانت دايما مفوله الماني في منطقه نويبع طابا، وكانت بينزل في شرم الشيخ، وكان بيطلع مرسى علم والغردقه. السايح منين ما بيجي، احنا هنتطرق لعده نقاط. شوف التشكيله اللي بنتكلم عليها دي محتاجه كمان رحله اسمها ريد سي، البحر الاحمر، تبدا من اول طابا تنتهي لغايه مرسى علم، وينزل السايح من المركب دوت يبدا يخش كل مدينه يتفرج عليها، ده ماركت لوحده للسنة اللي جاية أو للرحلة اللي بعدها. لأن السائح الأجنبي بيجي عندنا بالثمن مرات وعشر مرات في السنة، فده مهم جدا إن احنا نبقى بنروج، مش كمان بس أفلام وحاجات خارجية، لا ده هو يعمل رحلة ممكن تبقى زي الأقصر وأسوان كده، فبيشوف جمال البلد. فدي حاجة مهمة جدا إن احنا ننوع الفكر، نطور بالتطوير اللي بيحصل في مصر الجامد ده. هنتطرق لعدة حاجات كيف إن احنا نقدر نطلع بالسياحة دي لأعلى مقدراتها، وإيه الفنادق اللي مغلقة ومغلقة أسبابها إيه، كل الحاجات دي نطرحها، ويا رب يكون في مستمع جيد معانا كده من متخذ القرار نتصل بيه لأحسن حاجة لبلدنا إن شاء الله. إن شاء الله. بنروح إلى الأقصر اللي بتستعد طبعا لاحتفالية افتتاح طريق المواكب أو ما يعرف بطريق الكباش. أكدت وزارة السياحة والأثار تقديم كل الإمكانات لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر ليراها العالم في ثوبها الجديد، وذلك تزامنا مع الانتهاء من مشروعات الترميم ومشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بطريق الكباش. جاء ذلك خلال زيارة وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني إلى محافظة الأقصر لمتابعة الاستعدادات التي تتم على قدم وساق لإقامة الاحتفالية الكبرى للترويج السياحي، وسوف تلقي هذه الاحتفالية الضوء على أبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة.
انتظار ان شاء الله يعني احتفاليه مهيبه بتليق بحضاره مصر العظيمه، على غرار احتفاليه موكب نقل المومياوات الملكيه الى متحف الحضاره يعني من اشهر قليله. لسه بنتكلم عن الاقصر وتوأمه ما بين الاقصر ومدينه البتراء الاردنيه. شاهد ولي العهد الاردني الامير الحسين بن عبد الله ورئيس وزراء مصر والاردن توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحه واتفاق توأمه بين مدينه الاقصر ومدينه البتراء الاردنيه. واشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعلاقات الاخويه والصداقه التي تربط بين البلدين، مؤكدا ان الرئيس السيسي يوجه دوما بتعزيز العلاقات مع الاردن الشقيق على كافه المستويات. طيب استاذ سامي، يعني فكره التوأمه ما بين الاقصر اللي يعني بيقال ان فيها تلت اثار العالم وما بين مدينه البتراء الاردنيه اللي فيها ايضا يعني اثار بتدل على الحضاره القديمه للاردن، فكره التوأمه ازاي تنعكس على الترويج السياحي اكثر لمدينه ومحافظه الاقصر؟ اولا الاردن عشان نبقى عارفين ان هي اقرب لينا قوي، سواء يعني بيننا وبينها ساعة ونص بالمراكب، وطبعا احنا عندنا ميناء نويبع دي معمولة من ايام الله يرحمه السلطان قابوس، وكانت معمولة ما بين العراق والاردن ومصر، والمراكب رايحة جاية على طول كل يوم. فطبعا كسياحة بحرية او سياحة بالطيران او بري ممكن المنطقة دي تبقى دخل قومي ما بين الاردن وما بين مصر. اما التوأمة فطبعا احنا عارفين البتراء كانت دخلت من ضمن السبع حاجات العجائب اللي هي في مستوى العالم، فالجائز الناس لما بتحب تزور بتحب تشوف اكتر حاجه في رحلتها اللي هي بتبقى محوشه عشان تشوف اكتر حاجه تبقى ممتعه. فكونك تعملي حاجه ما بين دولتين ليهم معركه في السياحه وفي الاثار دي بتعمل ترويج سياحي جامد جدا وبتنشط، لان السياحه بتربط ما بين السياحه والاقتصاد، يعني السياحة تصدير من الداخل لكل دولة، فكل دولة بتحاول تجيب أكبر عدد ممكن من السياح عشان يحصل تصدير من داخل البلد لبلدها. فدي خطوة مهمة جدا طبعا. يعني أكيد بنتمنى إن شاء الله يكون لها مردود على مزيد من الترويج السياحي لمدينة الأقصر الرائعة. فاصل قصير مشاهدينا ونرجع نبتدي حوارنا عن موضوعنا الأساسي، منطقة طابة نويبع. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. على الرغم من أنه مساحتها ما بتزيدش عن 70 كيلومتر مربع، إلا أنها الحقيقة فيها العديد من المقومات اللي بتؤهلها أنها تكون منطقة جذب سياحي مميزة جدا. طبعا بنتكلم عن طابة، يعني هذه البقعة الغالية من أرض مصر اللي الحقيقة بتتمتع بمقومات عديدة، منها أنها موقعها الجغرافي بيتوسط 3 دول، طبعا هي في مصر وقريبة من السعودية أيضا والأردن. الحقيقة فيها أيضا 4 موانئ ما بين برية جوية وبحرية، والحقيقة بتتمتع بمقومات أيضا طبيعية، المكان الرائع، المناظر الرائعة، محميات طبيعية، ما يؤهلها إلى السياحة البيئية وسياحة السفاري، والحقيقة كمان بالقرب من سانت كاترين والسياحة الروحية والسياحة الدينية زي ما كنا بنتكلم، ملتقى الأديان 3. لكن الحقيقة في بعض المشكلات بتعاني منها منطقة طابة نويبع، هنحاول نحن نركز عليها النهاردة، وده في ضوء الحقيقة المؤتمر اللي أقيم من سنوات قليلة مؤخرا، وكان بيتكلم عن تنمية السياحة والترويج للسياحة في طابة ونويبع، وكان ليه عدد من التوصيات، منها تهيئة شبكة الطرق بشكل أفضل، توصيل الغاز الطبيعي بشكل أوسع، وأيضا بعض الإعفاءات للمستثمرين وأصحاب المنشآت الفندقية في منطقة طابة نويبع. وأيضا يعني كانت التوصية الأهم واللي يمكن ابتدى العمل فيها على أرض الواقع بالفعل، وهي إقامة منطقة حرة في طابة نويبع تجذب العديد أيضا من فرص العمل وتزيد الجذب السياحي لهذه المنطقة. يعني هنحاول طبعا، احنا أشرنا سريعا، هنحاول نتكلم عن كل ده بالتفصيل في حوارنا مع ضيفنا اللي مازال مشرفنا في الاستوديو أستاذ سامي سليمان. أستاذ سامي،
يعني طابة نويبع، وحضرتك طبعا يعني سفير لهذه المنطقة في برنامجنا المجلة السياحية النهاردة، تنقل لنا صورة أوضح عنها. حاولنا نشير سريعا إلى ما تتمتع به، لكن طبعا حضرتك تضيف تفاصيل أكتر عن هذه المنطقة الرائعة. طبعا نويبع يعني مش عشان احنا عايشين فيها أكتر من دخيم 30 سنة هو. طبعا نويبع فعلا حدث يجب أن نهتم به، يعني هي أساس السياحة قبل شرم الشيخ، قبل كل حتة في المناطق اللي بدأنا نهتم بيها أكتر. قربها طبعا من الثلاث دول أو الأربع دول اللي احنا قلنا عليهم، مرور السياحة من منفس طابة لزيارة سانت كاترين، حضرتك نسيتي تقولي قلعة صلاح الدين. صحيح. لأن الملك عبد الله والله يرحمه الملك حسين كان من دايما يحبوا يزوروا بالمركب بتاعهم ويلفوا حوالين قلعة صلاح الدين ويتفرجوا عليها. ما يعرف بجزيرة فرعون في هذه المنطقة. بالضبط كده حضرتك. فاحنا عندنا نمتلك حاجات كتير، ومنطقة الفيورد ومنطقة ودايفنج وغطس والسفاري اللي حضرتك قلت عليه، منطقة غنية جدا. والجبال الحقيقة رائعة الألوان وتشوف النجوم وجبل الهوا وتطلع جبل العجمة. احنا رفعنا العلم على قمة جبل أيام اللي هو شوشة مكان محافظ جنوب سيناء، وطلعنا وجابوا طيارة من جبنا طيارة من القوات المسلحة وصورت الحدث، وكان بيقولوا ان يعني الحته دي مش امان، واثبتنا يعني ايه امان على اعلى قمه جبل العجمه وجنبه قبيله التياهه اللي كانت في هذه المنطقه. فاذا احنا النهارده احنا غنيه جدا، مصر غنيه جدا 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 بما تمتلكه. مصر غنيه، ووزاره السياحه اغنى وزاره في العالم بما تمتلكه. لازم نبقى احنا نعلم ده لاولادنا. السياحه مش بس سايح بيجي ويمشي او بيدفع مبالغ ضعيفه، احنا لازم نكون اغلى دوله في السياحه، ده رقم واحد. ايه طبعا ويبع بقى؟ طبعا ويبع زي ما حضرتك قلتي 70 كيلو شواطئ جبل وشاطئ. فاذا احنا النهارده منطقه لا فيها زحمه ولا فيها مصانع ولا فيها اي حاجات تلوث البيئه، بالعكس منطقه بكر بمعنى الكلمه، فيها فنادق اتبنت وكانت شغاله وبنسبه الاشغال 100%، مع المشاكل اللي حصلت اللي مرت بيها مصر مش هنرصدها لان كلنا عارفينها، في فنادق قفلت وفي بعض الفنادق لسه فاتحه. طبعا في معاناه، طبعا من ساعه ما اللواء سمع عسكر قفل الطريق اللي هو نخل للظروف الامنيه، يجب اعاده النظر فيه. يجب اعاده مرور السائحين المصريين دلوقتي مرحله اولى، الفتح العربيات الفور باي فور على الطريق، مش هنخش لا يمين ولا شمال، ممنوع الخروج سواء ملاكي او عربيات سياحيه. اذا انا النهارده ما بين طابه والقاهره 370 كيلو، اقرب من شرم الشيخ، اقرب من الغردقه، اقرب من اي حته، يبقى انا كده فتحت شريان قوي جدا للحركه ما بين طابه وما بين القاهره. البديل لطابه للقاهره ان يطلع عن طريق سانت كاترين او شرم الشيخ. الناس بتخاف من سانت كاترين عشان لسه وادي فيران مكسر ومتصلحش بما يعني يليق بالسياحه. فمش ممكن يطلع 220 كيلو وينزل 500 كيلو، ادي داخل في 750 كيلو مثلا، في حين هي رحلته 370. هل طابه نويبع لوحدها بتكون يعني برنامج سياحي مستقل ولا بتكون ضمن رحله لشرم الشيخ ومنطقه جنوب سيناء؟ بصي حضرتك وبما انها قريبه يعني كل القرب ده من القاهره، ليه ما تكونش برنامج سياحي مستقل؟ اللي حضرتك بتقوليه ده كلام هايل. ان احنا ما بين، لو احنا مسكنا مثلا نويبع، نويبع دي المفروض ما بينك وما بين طابه 70 كيلو، ما بين دهب 60 كيلو، وما بين شرم الشيخ 150 كيلو، ما بين القاهره 450 كيلو. فانت سنتر، وانا منطقه السياحه الجبليه، كالر كانيون، عين خضره، ابو جالون، كل الحاجات دي كلها احنا منطقه انطلاق منها. سانت كاترين 80 كيلو 90 كيلو، فانت في سنتر. اللي جاي من منفس طابه يقف في الحته دي يتغدى يتعشى ياخد صناعات يدويه، المشغولات اليدويه اللي احنا بنقول عايزين نسوقها، هيو ده الاماكن اللي تسوق فيها كل الصناعات اليدويه. اذا انا في سنتر، اللي جاي من شرم عايز يروح العقبه او يروح البتراء لازم يعدي علينا، واللي عايز يطلع على الأس هيعدي علينا، واللي عايز يطلع. فاحنا في سنتر قوي جدا جدا جدا، واهتمام الدوله بتوسعه الطريق والصعدة والكلام ده هايل. بس في تعليق، وانا كنت قلته للسيد الوزير كامل الوزير، ان الميجر السيول اللي تحت الطرق ما تبقاش مواسير، ما زالت بتعمل مواسير. فمن فضلك ده بيأثر على الحركه، على ده بيأثر على مرور الميه. لما هو قالها للناس قال لهم لو جت طوبه وجت في الماسوره قفلت هنطير الشارع ده كله. الحقيقه استاذ سامي، من يعني في المؤتمر الترويجي اللي كان بيتكلم عن طابه نويبع من سنوات قليله، بالفعل كان في توصيات من ابرزها تهيئه شبكه الطرق زي ما حضرتك ذكرت، توصيل الغاز وجاري العمل على فكره. صحيح، توصيل الغاز الطبيعي بشكل اوسع، وايضا اعفاءات
أو تسهيلات للمستثمرين في طابا ويبع؟ يعني خلينا نتكلم بالتفصيل عن أهم التوصيات اللي خرج بيها المؤتمر. بص كويس النقطة اللي ستك بتشاريع دي لأن هايلة. إحنا مرور الغاز مر من عندنا من العريش رايح شرم الشيخ، لكن للأسف طابا ويبع كلها ما دخلهاش فندق واحد غاز، لأن اتحط مبالغ خرافية، وإحنا في منطقة زي ما انت حضرتك شايفة ظروفها إن في 30 فندق قفل لغاية النهاردة. أنا عندي فوق 30,000 غرفة، ممكن لو إحنا النهاردة البنوك مع حضرتك اللي قلتيه إن واخدين إعفاءات، إحنا خدنا إعفاءات بس انتهت من غير ما نفتح. صحيح كان في إعفاء بالفعل ضريبي لمدة 10 سنوات وبعضها انتهى الإعفاء بالنسبة لها أو يعني قرب على الانتهاء، فانتوا بتطلبوا بتجديد من غير ما نفتح. أنتوا بتطلبوا بتجديد الإعفاء ده مرة تانية. قعدت مع وزير المالية سيادتك وقلت له إحنا خدنا إعفاءات وفنادقنا ما فتحتش للظروف اللي مرت بيها البلد. ده رقم واحد. رقم اتنين إن إحنا النهاردة اتعوم الجنيه علينا، واحنا كنا عاملين دراستنا وتقديراتنا كانت على سعر ايام كان 3.5 جنيه او 3.60 جنيه. البنك اللي دخل معايا شريك نفس الشيء النهارده، الفرق اللي عنده ده هيدفعه منين؟ فاحنا ده ملف شائك يجب ان يتحط مع وزاره التخطيط، مع رئيس الوزراء، مع وزير الماليه، مع وزير السياحه، مع الاستاذ طارق عامر، مع البنوك الوطنيه. لازم نحل المشكله، لان العمليه مش حكايه ان البنك ينسحب او بنك ما يمولش او توقف، دي بلدنا وادي المشكله هي قدامنا. الفرق ده مين اللي هيدفعه؟ فرق التعويم، فرق تكمله الشغل. ده لو احنا عايزين نعمل سياحه ناجحه. خلي بالك احنا قدامنا السعوديه تلعب مشروع ضخم جدا جدا طبعا. صح. انا هبقى انا منه فين؟ فين اعاده تخطيط نويبع طابا؟ فين اعاده ان انا مع الدوله اللي طالعه قدامي بالقوه دي وجنبي طبعا منفذ طابا عاملين مدينه حره، العقبه مدينه حره. احنا كل اللي كنا نعمله كنا نعمل منطقه حره في نويبع. ليه نويبع طابا كلها ما تبقاش مدينه حره؟ بالفعل في يعني شغل على الارض في مدينه منطقه حره طابا نويبع. قد ايه ده ممكن ينافس في حال؟ بصي احنا من ساعه ما قلنا الفكره دي من ايام الله يرحمه الاستاذ فريد خميس ومدعمها اللواء خالد فوده ومدعمها الاستاذ محرم هلال رئيس الاتحاد دلوقتي، لكن وجانا اللواء خالد فوده مع الاستاذ عبد الوهاب واجتمعنا في نويبع، لكن لغايه وقتنا هذا لم يتم تنفيذها على الفعل. واحنا طمعانين في ان نويبع طابا كلها تبقى مدينه حره لاجل تصدير المشغولات اليدويه والصناعات المصريه والحاجات الزراعات والحاجات دي كلها. احنا ممكن نبقى دوله مصدره من خلال السياحه بكميات رهيبه. وهذه المنطقه اكيد هتفتح كمان الباب امام مزيد من فرص العمل للعاملين في المنطقه. وخصوصا كمان انه الحقيقه احد المشاكل، يعني واحنا بنطالع المشاكل اللي بتعاني منها طابا ويبع، انه فكره العشوائيه في المكان، السكان او العاملين في اماكن غير مخططه الى حد كبير. يعني هي دي عايزه اعاده تخطيط. هو طبعا اللي هو خالد فوده مهتم جدا بالجزئيه دي، بس هي داخل فيها لازم نواحي امنيه واجهزه تشتغل مع سياده اللي هو خالد فوده، لان زي ما الرئيس بيعمل بيهد حته بس بيكون مسكن الناس، بيعيد تخطيط حته بس ما فيش حد بيتاذي. فعشان نعمل جزئيه اعاده تخطيط قطاع نويبع طابا هيبقى فيه طبعا ازالات وفي حاجات زي كده، والدوله بتهتم قبل الازاله بيكون جايب حق الناس او وضعها في وضع يليق بيها، بحيث يبقى الازاله جايه للمصلحه العامه، جايه لمصلحه البلد. صحيح. دي نقطه مهمه جدا جدا، واحنا مش اقل من الدول المجاوره، والتخطيط اللي بيتعمل على اعلى مستوى زي نيوم وزي العقبه وزي ايلات لازم ناخد مكانتنا في هذه المنطقه. اكيد. يعني هنرجع نتكلم عن ده تاني بالتفصيل، لكن بعد ما نروح لفاصل فيه ايضا بعض المعلومات عن طابا نويبع.
يعني تابعنا مع حضراتكم بعض المعلومات عن منطقة طابة نويبع الرائعة. وخلينا نستكمل حديثنا عن هذه البقعة الغالية من أرض الوطن. أستاذ سامي، يعني بنتكلم عن محميات طبيعية عندنا، طابة، أبو جلوم، ونويبع، والترابين، وصلاح الدين، وغيرها من المحميات الطبيعية. إزاي ممكن نستفيد من هذه المحميات الطبيعية في يعني جذب السائحين لنمط السياحة البيئية على سبيل المثال؟ ما احنا نفتح للسياحة السفاري والبيئية عشان نقدر نعمل حفلة زي ما كنا بنعمل، ونقدر ندخل الكالر كانيون في حاجات مقفولة لغاية دلوقتي كدواعي أمنية. لازم نتدخل في الحاجات دي، لأن الحاجات دي ليها شيوخ قبائل وأكل عيشهم منها، وكل منطقة من اللي احنا نتكلم فيها دي حضرتك ممكن تجذب سياحة من شرم الشيخ اللي فولت، وتعيد النشاط الحيوي وبيع المنتجات البيئية والمصرية من خلال الرحلات السفاري، سواء كالر كانيون او راس ابو جالوم أو أو, او 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 اي حاجة من الحاجات اللي عندنا اللي هي المتوفرة دي. فدي نقطة مهمة جدا. زائد لازم نبص وننظر، لان وادي وتير مغلق بسبب السيل اللي مر فيه الاخير، وطريق شق التعبان اللي هو ده لازم يعاد تخطيطه برضو، الحته بتاعت شق التعبان. واتكلمنا مع اللي هو خالد فوده ان عشان المطار طابع ليه مش شغال لغايه دلوقتي؟ يعني شرم الشيخ خلاص على اخره، مطار ايلات شغال على اخره، احنا ليه في مطار طابع ان كان حاجات امنيه نخلصها ونفتح، لان السياحه الروسيه عايزه تنزل عندنا. واحنا عندنا شركات اداره في نويبع، بين نويبع طابع، عايزه السياحه تنزل عندها. الانجليز بيحبوا نويبع طابع، الالمان نفس الشيء. فاذا انا النهارده مطار طابع، واحنا قبل كده اللي هو خالد فوده مشكورا ايام زمان قبل ما ناخد سينا كان في مطار في نويبع، هو خصص الارض، قال الارض موجوده انا هديها لاداره المطارات، وكلمنا وزير الطيران فيها، ارجو الاهتمام بمطار نويبع. يعني مطار نويبع هيخدم طابا ونويبع ودهب وسانت كاترين وشرم الشيخ بديل معاه. فاذا انا النهارده وهعمل منه تصدير وهعمل منه المنتجات الزراعيه، انا عندي مزرعه 200 فدان، يجي وزير الزراعه يشوف ويشوف ازاي نرفع مستواه، يجي اللي هو شعراوي يشوف الدنيا عندنا في المنطقه دي ممكن تبقى السياحه الخضراء والسياحه البيئيه في حاجات كتيره عندنا غنيه جدا جدا، بس محتاجين نتكاتف كلنا في ان يكون مثلا السنه اللي جايه الجديده دي سنه تبقى نويبع طابه تحت رعايه الرئيس. صحيح، بالفعل يعني لابد ان احنا نشير هنا الى اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل بهذه المنطقه وبارض سيناء بشكل عام، وده يمكن انعكس بشكل واضح في احتفالات طبعا 6 اكتوبر الماضيه، وافتتاح على سبيل المثال لنفق الشهيد احمد حمدي 2، وازاي بييسر الحركه امام القادمين الى هذه المنطقه. احنا اهتمام سيناء عمرنا ما شفناه بالموقع ده بالقوه دي، والرئيس حاططها تحت عينيه، بس في حاجات يعني واقفه احنا عايزين نفتحها عشان كلنا نشتغل معاه. احنا رجاله مصر اللي بنشتغل في السياحه، يعني لما تيجي تمسكي من اول طابه لغايه نويبع هتلاقي كل المستثمرين في هذه المنطقه مستثمرين سياحيين، يعني بيشتغلوا في هذا المجال من زمان، مش يعني حد عمل مشروع وبيحاول يعمل مشروع سياحي، لا احنا مستثمرين سياحيين بجد في الحته دي. فبالتالي التسهيلات للناس دي هتخلي كل الفنادق المغلقه تفتح، هتخلي حركه الموظفين والناس اللي عايزه تشتغل في المجال ده هتشتغل، والتسهيلات بسيطه، مش احنا عايزين تسهيلات يعني حاجه صعبه، يعني فتح الطريق بتاع نخل بنطالب ان يفتح للمصريين دلوقتي، بلاش الاجانب بس كل المصريين، سياحه داخليه، دي سياحة داخلية. نشط الطريق، وكنا عاملين قبل كده وكنا عاملين فيه 3 أعداد في الطريق للبدو، وبينزلوا يشربوا شاي الناس وبتاع، بياخدوا الحبق والمرمرية، وكان في روح ما بين التلات شيوخ بتوع ما بين منفى من عند كده راس صدر اللي هي دخلتنا لغاية طابة، وكنا ماشيين تمام. طيب أخيرا أستاذ سامي وسريعا، دور اتحاد مستثمري طابة نويبع، وحضرتك طبعا يعني تقدر تفيدنا في هذا الاتجاه كثيرا، دوره في تنمية السياحة وجذب سياحي أكثر لطابة نويبع، خصوصا احنا متابعين على الشاشة دلوقتي يعني مشاهد من جولات بالفعل في المنطقة للمستثمرين. احنا عملنا جولات كتير وقعدت مع الوزراء المعنيين كتير، وزارنا البرلمان سواء لجنة السياحة أو الطيران اللي فات ولجنة النقل، وشفنا على الطبيعة، والتحرك اللي حصل لرصف الطرق أو للكلام ده كله موجود. إحنا محتاجين نقف على رجلينا، ما يبقاش الرجلين مكسورة وكان بيلعب كرة نقول لهم يلعب كرة، ما ينفعش.
لازم نعالج الناس دي، لان الناس دي عانت اكتر من اي منطقه اخرى، واخر ناس بنشتغل هو احنا طبعا ويبع. يعني دهب دلوقتي مفوله، شرم مفوله، القاهره، الاقصر، اسوان، مرسى علم، نويبع لسه فاضيه. اذا انا النهارده مشاكل اللي عندي سواء ضريبه عقاريه او ضرائب عامه او تامينات او فوائد على الميه او فوائد على الكهرباء او اي الحاجات دي كلها، فعلا لازم تتعرف في المنطقه دي. واحنا كنا واخدين وعد ان المنطقه دي لازم تعامل معامله خاصه، اللي في الانعاش مازال رجله مجزوعه. واحنا المشاريع ايه اللي سببها قفلت ولسه الشركات انسحبت اللي هي الاداره؟ هنا نسال ليه؟ ما هو في بنوك خدت فنادق مش قادره تشغلها ليه؟ ده بنك اشترى فندق، خلص ديون الراجل وخد الفندق، ما يشغلوش ليه؟ هو عنده مال. اذا انا النهارده لما افتح الطريق واعمل المطار بتاع نويبع واعمل ده واعمل ده، وجدت الخدمات، اوجد الخدمه تلاقي المستخدم. فبالتالي احنا كمنطقه غنيه جدا جدا، والرجاله رجاله السياحه موجودين، والوزير نشيط جدا. بس هي في اولويات عند الدوله، احنا عايزينها تحت رعايه الرئيس. وانس انها اتحطت تحت رعايته هتلاقي الدنيا بتتحرك تحرك غير طبيعي، وهتلاقي الخير، وتلاقي ما فيش شكوى، وهتلاقي الدخل القومي اعلى من اي صحيح. المتوقع انها هل الاهتمام بيها وتنميتها بالشكل المطلوب انها تجذب حوالي 25% من السياحه الوافده، ويعني ما يقدر ب 2 مليون سائح لهذه المنطقه فقط. يعني احنا بنتمنى ان صوت حضرتك يوصل للاستاذ سامي للمسؤولين، ويتم يعني الاهتمام اكتر. وطبعا في اهتمام بالفعل، لكن بنتمنى انه يتم اهتمام مكثف نشوفه يعني سريعا في طابة نويبع. استاذ سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابة، انا بشكر الرئيس لاهتمامه بالمنطقة، وبتمنى رئيس الوزراء والرئيس يعملوا لنا مؤتمر في نويبع طابة او زيارة ميدانية زي الزيارات اللي بتتعمل لكل المشاريع في مصر، ونشوف على الطبيعة ايه الحاجات اللي ممكن الصبح نشغلها، لان الرئيس بيدور على اي متر في البلد مش شغال عايز يشغله. صحيح، نتمنى نشوف ده معاكم قريبا ان شاء الله، ان الكلام ده يبقى على ارض الواقع، والتلفزيون يجي، واحنا يعني نقوم بكل حاجه على الطبيعه نشوفها، ونشوف الجمال، ونشوف الطبيعه، ونشوف اللي احنا بنتكلم فيه. اكيد ان شاء الله. استاذ سامي سليمان رئيس لجنه السياحه بالاتحاد المصري للمستثمرين وعضو مجلس اداره المنطقه الحره بين ويبع، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا ليك ومرسيديكم ومرسيدي مستمعين. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهارده من المجله السياحيه، بنشكركم ايضا على المتابعه، والاسبوع القادم حلقه جديده. الى اللقاء.